كل سنة وانتم طيبين. معاكم دكتورة نجلاء فتحي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير والحميات. حابة في بداية السنة ان احنا نعمل مجموعة من الفيديوهات للتوعية بعادات صحية محتاجين ننتهجها على مدار السنة علشان تحسن من صحتنا. اول حاجة هنتكلم عليها شرب الماء. في الحقيقة كلنا كمصريين بننسى نشرب ماء، خصوصا في فصل الشتاء، علشان كده عايزين نشرب ماء بشكل اكتر، ما نستناش لما الكلى تستجير وتبعت اشارة للمخ انه فكرهم يشربوا ماء. ده هنعمله ازاي؟ اول حاجه ننزل ابلكيشن على الموبايل يفكرنا بشرب الميه. في ابلكيشنز كتير دلوقتي متوفره علشان تفكرنا ان احنا نشرب ميه، او نربطها بالاذان. كل ما نسمع الاذان نشرب كوبايتين ميه كده، يبقى حققنا من 8 ل 10 كوبايات، وده الاحتياج اللي جسمنا بيحتاجه في اليوم من شرب الميه. اتمنى ان احنا نبتدي مع بعض كده نشرب ميه بشكل اكتر، ويا رب دايما بصحه وسعاده ودمتم سالمين.